بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنبدا اللي هو الشابتر الثالث دايد ابلكيشن. هذا الشابتر الثالث حيبدا يضع اللي هو الدايد اللي احنا شفناه في الشابتر السابق في دوائر. هذه الدوائر حتسمى دوائر الكترونيه, ونشوف التطبيقات الممكنه على هذا اللي هو الدايد في الدوائر الالكترونيه. طبعا التطبيقات حتكون بسيطه ومناسبه لطلاب الفيزياء وحتى للطلاب المبتدئين في ايش في الهندسة. احنا في المرة السابقة تعرفنا انه لما نضع دايود, هذا الدايود, ونغير اللي هو خلينا انا اخذ الفيو تبع هذا عشان اعرف اكتب. هلقيت احنا نقول يكون هنا انا عندي فيربل باور سبلاي. هذا الفيربال باور سبلاي, انا بغير باور سبلاي وبقيس التيار وبقيس فرق الجهد الموجود على اللي هو طرفين المقاومه, بعرف من فرق الجهد اللي هو التيار, وبقيس فرق الجهد الموجود على اللي هو طرفي الدايود وبعرف في دي. ففيش داعي ان احط اميتر في الدائره, بس مجرد قياس فروق جهد. انا بعرف اللي هو التيارات الماره في الدائره وفروق الجهد اللي عليها. طبعا لما انا اغير اللي هو فرق جهد المصدر, انا هاخد اللي هو مين اللي هو الكاركتر what so called characteristic curves. هذا في الفورورد بايس. طبعا انت لما بتكون عندك fixed, انت لما بتكون عندك fixed لما يكون في عندك fixed power supply او fixed voltage في الدائرة تبعتك, انت بتاخد نقطة واحدة على مين, على كاركترستيك كيرفز. هذه النقطة الواحدة والوحيدة على كاركترستيك كيرف بنسميها مين, بنسميها الاوبريتنج بوينت, بنسميها نقطة التشغيل. عشان نعرف اللي هو فرق الجهد اللي مار في الدائرة, ممكن ان ننزل على مسقط على محور الواي اكسس ونعرف اي دي, ونفس الشيء ننزل مسقط على اللي هو الاكس اكسس ونجيب في دي, او نستخدم الفولت ميتر ونجيب فرق الجهد على الدايود وفرق الجهد على المقاومة ونعرف اي دي ونعرف في دي. هذه الشغلة طبعا ما هياش صراحة بسيطة. ليش ما هياش بسيطة؟ السبب انه هتكون مزعجة لكل دائرة, انا اقول لكل فرق جهد بدي اقعد انا اعمل الشغلة هذه عشان مين, عشان اجيب الاوبريتنج بوينت. التعليق الثاني على الدائرة, الدائرة هذه بيسموها ايش, سيريز كونفيجريشن. ليش سيريز كونفيجريشن؟ لانه البطارية والدايود والمقاومة كلهم ار ان سيريز. هذه الشغلة ايش الاول. الشغلة الثانية في هنا اهمية كبيرة لمين, للمقاومة. هذه المقاومة وجودها في الدائرة بيسموها ليميتنج ريزيستور. ليميتنج ريزيستور لانها بتحد من التيار اللي مار في الدائرة, لانه التيار اذا عالي في الدائرة معناته ان انا حصل لمثلا نقطة, هذه النقطة اكسيد البي ماكس اللي حيستحملها مين, اللي حيستحملها الدايود. هنا نقطة مهمة جدا انه لازم نعرف انه هذه الريزيستنس الموجودة في اللي هو الدائرة وظيفتها حماية الدايود من التلف, حمايته من انه ترتفع درجة حرارته بسبب مين, بسبب انه الباور ديسيبيتد او الطاقة المهدرة في الدايود حتزيد. لما تزيد ترفع درجة حرارته, معناته رفع درجة حرارته معناته انه ايش اللاتيس ستراكشر او التركيب البلوري تبع اللي هو السيليكون او الجرمانيوم او اي مادة مصنوع منها الدايود هذه حتتعرض لايش, للديفورميشن, حتتشوه. اذا تشوهت كل الالكتريكال بروبرتيز اللي احنا بنعرفها معناته انه ايش مش حتصير ايش موجودة, او بالمصطلح البلدي تبع الصناعية بنقول عن الدايود انه ايش انحرك. طيب هلقيتها, بدنا نشوف طريقة او تريك. هذا التريك انه نتخلص من حكايتي ان اجد مين, اقعد اجيب الاوبريتنج بوينت, اقعد اجيب الاوبريتنج بوينت كيو وانزل عشان اجيب اي دي او في دي. شغله ممله,
عشانها شغلة مملة. إذا إنه إحنا لازم إن نوجد طريقة، هذه الطريقة تسهل حياتنا أكثر. عشان تسهل حياتك أكثر، أنت بتعرف إنه هذه دائرة في الأساس كهربية، إحنا سميناها إلكترونية بسبب وجود الدايود، إنه فرق الجهد حوالين اللي هو اللوب هذا إيش حيساوي؟ حيساوي إيش؟ صفر. لاحظوا إنه في دي في آر إي، أنا في عندي متغيرين مهمين جدا في إيش في الدائرة هذه، اللي هو في دي وفي آر. ليش في دي؟ في دي اللي هو فرق الجهد على طرفي الدايود، وفي آر اللي هو تيار اللي مار هنا. هنا في عندي أنا آي دي اللي هو هذا حيمر في مين؟ في اللي هو المقاومة آر. ففي آر مهم لأنه هو عبارة عن آي دي في إيش؟ في آر، ما استخدم مين؟ قانون أوم. إذا فرق جهد المصدر حيتوزع على مين؟ حسب قانون كيرشوف حتوزع فرق جهد على المقاومة أو فرق جهد على مين؟ على الدايود. هذا just very simple. هل كيتها إحنا في أنا نقطتين، هذه تقريبا معادلة خط مستقيم، وفي أنا عندي إيش نقطتين أو عندي محورين. المحور أما أكون على المحور مثلا اللي هو VD ID بتساوي صفر، ولما أكون على محور ID VD بتساوي صفر. إذا أنا في عندي خيارين، الخيار الأول إنه مثلا على سبيل المثال إنه ID بتساوي صفر، لما ID بتساوي صفر يعني معناته E بتساوي VD، يعني هنا E مثلا على سبيل المثال. ولما VD بتساوي صفر أنا بقول إن E بتساوي ID على R، بس لكن أنا مهتم في مين؟ في ID. وهنا بيطلع عندي اللي هو إيش؟ E على إيش؟ E على R. هذا لما أنا أوصل النقطتين هنا هيك بسرعة على التوصيل العجيب، ولكنه أحسن ما أقدر أعمله. النقطة التقاطع، هذا نقطة التقاطع ما بين اللي هو الخط المستقيم والكيرف، هي إيش؟ بنسميها الأوبريتنج بوينت، هي بنسميها نقطة مين؟ نقطة التشغيل. يعني هذه وسيلة أخرى إنك إحنا نوجد مين؟ نقطة التشغيل. فهي بنسميها كويسنت بوينت أو أوبريتنج بوينت، وهذا كاركترستيك كيرف. والإنترسكشن هو عبارة عن آي دي كيو، هذا بنسميه آي دي كيو، يعني التيار عند نقطة التشغيل، وفرق الجهد عند مين؟ عند نقطة التشغيل. هذا معناه VDQ IDQ. أوكي، هل جيتها إحنا تعالوا نشوف، هل جيتها لما السيريز كونكشن اللي أنتوا شايفينها هذه أو الدائرة هذه، بدنا نوجد اللي هو employing مين الكاركترستيك كيرفز، لازم نستخدم الكاركترستيك كيرفز الموجودة في الكتاب اللي هي هذه والدائرة هذه، على أساس إن نوجد مين؟ نوجد اللي هو IDQ VDQ، ونحسب VR اللي هو فرق الجهد على طرفي مين؟ المقاوم. لاحظ هو انه قال لي الدايود از سيليكون، وقيمة المقاومة بتساوي نص كيلو اوم، والداني اللي هو مين؟ فرق جهد المصدر بيساوي 10 فولت. نيجي عند نقطة 10 فولت، هذا هي هناك، وبناخد مين؟ النقطة الاولانية، وبنيجي ناخذ نحسب E على R اللي هي 10 على 0.5 اللي هي حتطلع 20 ملي أمبير، هذا النقطة الثانية. وبنوصل ما بين إيش؟ ما بين النقطتين. نقطة التقاطع هذا إيش بنسميها؟ بنسميها الأوبريتنج بوينت. بننزل على اللي هو الواي أكسس، وبننزل على الإكس أكسس، وبنحسب مين؟ بنحسب R، أو تقريبا أحسن شط بالنسبة لك بنحسب اللي هي نقطة مين؟ نقطة التشغيل اللي هي VDQ IDQ. هنا ID تقريبا اوكي، هنا IDQ تقريبا 18.5 ملي امبير، و VDQ تقريبا بيساوي 0.78 فولت. اوكي تمام هيك. طب احنا عايزين نحسب ID، اوكي هذا بالنسبة لحساب الاوبريتنج بوينت تمام. نحسب في ار، انا مش حاسب في ار شكلي، ناسي في ار. في ار بكل بساطة في ار حيساوي ايش؟ اي دي في ايش؟ اي دي في ار. ولو تكون تحسبوها، خلينا نحسبها الآلة الحاسبة،
18 ونص ضرب مين؟ 0.5 وحتساوي 9.25 9.25 فولت. لاحظتوا أنا لما حسبت إيش عملت؟ قلت آي دي 18.5 ما خدتش إيش الميلي أمبير، ولما خدت اللي هو آر ما خدتش إيش الكيلو، لأنه هذا 10 ناقص 3 في 10 أس 3 بروحوا مع بعض. هذا البيهيفير لازم دايما إيش تستخدمه. أوكي هذا أنا حسبها 9.22 فولت وجبنا إيش اللي هو قيمة بي آر. لقيتها المشكلة عندنا اللود لاين determined solely by ايش؟ by the applied network. واحنا بكون ايش متخذين characteristics، يعني انت عارف characteristics whereas the characteristics are defined by chosen device. يعني واحد بندي لك characteristic curves هذه عشان تقدر انك انت تحسب مين؟ تحسب الاوبريتنج بوينت، يعني بالعربي الفصيح. حتى الان احنا ما حلناش الازمه اللي احنا فيها. الازمه اللي احنا فيها استل وي نيد كاركترستيك كيرفز في الحاله الاولى او في الحاله الثانيه. احنا ممكن سهلنا ايجاد الاوبريتنج بوينت اكثر عشان ما نستخدمش الفولت ميترز على اللي هو السيركت، او مثلا نقول انه نحسبها حساب انه خلاص من غير ما حتى نوصل السيركت وي كان كالكوليت وفايند اللي هو الاي دي والفي دي. هلقيتها نيجي عايزين اللي هو المثال السابق، ولكنه حنستخدم اللي هو الايكويفالنت سيركتس اللي احنا تعلمناها في الشابتر السابق، ونقول مثلا على سبيل المثال انه في دي تبعت السيليكون دايود، وناخذ اللي هو البراكتيكال وان، انه في دي تبعت السيليكون دايود جاست 0.7 فولت، وانه نعيد الاناليسز تبعت مين؟ تبعت الدائره. هنا احنا بنعرف انه اي بيساوي 10 فولت، وهنا 0.7، والاي دي مضروبه في ايش؟ في 500 اللي هي 500 اوم اللي هي نص كيلو اوم، هذه هي في ار. وبنطلع انه اي دي ايش حتساوي؟ 18.6 ملي امبير. هنا لاحظين قديش طلعت اي دي؟ 18.5 ملي امبير. ونفس الشيء في ار عباره عن ايش؟ عباره عن اللي هو اي ناقص 0.7 اللي هو فرق جهد اللي هو الدايود اللي هو السيليكون دايود، وحتساوي 9.3، لاحظوا 9.3 و 9.22 فولت. حتلاحظوا انه نسبة الخطأ قليلة جدا، وهيك بالصورة بالصيغة هذه عملية استخدام اللي هو الاكويفالنت سيركت موديل احسن بكتير من ان انا اجيب مين؟ اجيب نقطة التشغيل عن طريق مين؟ عن طريق الكاركترستيك كيرفز او عن طريق اللود لاين. فا in general في كل series configuration هذا اللي حنستخدمه، انه اذا كان عندك دايود هذا السيليكون كان الدايود سيليكون دايود، اذا كان خصوصا في الفورورد بايس درباك لازم يكون انت في الفورورد بايس، يعني في الاون ستيت في السيليكون دايود حتكون 0.7 فولت، في جرمانيوم 0.3 فولت، وفي اللي هو غاليوم ارسنايد حتكون 1.2 فولت. فهذه الفورورد ريزيستنس احنا تعرفين في هذا سمول كومبيرد مع مين؟ يعني مثلا 10 و20 و30 و50 فولت، مقارنه انت شفتوا الدائره السابقه كانت نص كيلو اوم يعني 500 اوم. لما انا قال 20 و30 اوم مع 500 اوم يعني تقريبا مقاومه اسلاك مش حتكون ايش في الحسبان، او لها ذات اهميه كبيره في الاوتبوت ريزلتس تبعتنا. هذول اللي هو الابروكسيمت مودلز اللي احنا موجوده، هذه اللي هي البيس وايز الابروكسيمت مودل، هي الابروكسيمت مودل اللي هي البراكتيكال مودل بسموها بعض الكتب البراكتيكال، هي ابروكسيمت انه خلاص وانس ذا دايود از اون ستيت خلاص انه في عندك فرق جهد على طرف الدايود 0.7 اند ستيز 0.7، مع انه يعني الشغله هذه ما هيش دقيقه كثير ولكنها بتريح كثير في ايش في الاناليسز. أو الايديال دايود انه عندك 0 بلس اون ستيت 0 ماينس اتس اوف ستيت. هي لاحظين انه كان عندنا 0 بلس اتس اون ستيت 0 ماينس اتس اوف ستيت اور 0 وات ايفر.
هذه هي المودلز اللي احنا راح نستخدمها في السيريز كونفيجريشن. نرجع تاني انه حنستبدل الدايود هذا في لما يكون في الفورورد بايس ببطاريه. هذه البطاريه بتعاكس البطاريه هذه، دير بالكم، لانه هذه البطاريه هاز تو اوفركم، لازم تتغلب على البطاريه هذه على اساس انها تدفع تيار في وين تقدر تدفع تيار في الدائره. اذا البطاريه هذه ما تغلبتش على البطاريه هذه حيصير الدفع مش موجود، او انه يكون ايش الدفع عكس هذا في حاله البطاريه. اني هاو في كي اللي هو بسموه تيرن اون فولتج اللي هو 0.7 للسيليكون و 0.3 جرمانيوم. والاي دي لاحظوا انه اي دي فيري سمبل، هو عباره عن تيار المار في المقاومه ار اي ار اللي هو المقاومه ار هذه اللي هي الليمتنج ريزيستنس، واللي حساوي في ار على مين على ار. وفي ار انتم لاحظينها هذا هي اللي هي عباره عن اي ناقص ال 0.7 في حاله السيليكون. اوكي، اذا كانت الحاله ريفرس باور بايس، انت الدايود تبعك بتش تستعيض عنه في مين؟ اوبن سيركت. هذا الاوبن سيركت يعني معناته انه ما فيش تيار في الدائره والدايود ار ان اوف ستيت، فبالتالي في ار ايش راح يساوي؟ حيساوي فرق الجهد على طرفي اللي هو المقاومه. ايش راح يساوي؟ راح يساوي صفر، ولكن فرق الجهد على حوالين الدايود ايش حيساوي؟ فرق الجهد على طرف الدايود حيساوي اللي هو فرق جهد مين؟ فرق جهد المصدر. فرق جهد مين؟ حيساوي فرق جهد المصدر. تمام؟ ان شاء الله لما اعمل لكم سيميليشن احنا اعمل لكم الشغله هذا عشان اكد لكم على ايش على هذه المعلومه، افرجيكم كيف تعملوا في المالتي سيم كيف توصلوا دوائر الدايود. شوف اكزامبل في سيريز كونفيجريشن. هذا الاكزامبل بسيط كتير. في انا عندي سيليكون دايود مع مقاومه، لاحظوا المقاومه قديش 2.2 كيلو اوم يعني 2200 اوم، مع اللي هو سورس. هذا السورس بيساوي 8 فولت. بدنا نعرف في دي واي دي. بكل بساطه في دي جاست من حد بيقول لك سيليكون ومش مديك كاركترستيك كيرفز. في دي ايش؟ 7.10 فولت. وعلى طول في ار حسب قانون مين؟ حسب قانون كيرشوف حيساوي اي ماينس في دي اللي هو 8 اللي هو المصدر تبعنا، و6 ناقص 7.10 حيساوي 7.3. واي دي نفس الشيء في على ار اللي حيساوي 7.3 على 2.2 كيلو اوم. هذه كي بتحولها على طول لملي، الكي هذه بتحولها على طول لملي، وبتقسم 7.3 على 2.2 وبيطلع عندك ايش؟ 3.32% ايش ملي امبير. اوكي، نشوف كمان اكزامبل. هذا الاكزامبل الثاني موجود في الكتاب ايضا. الاكزامبل انه في عندي تو دايودز، واحد سيليكون دايود والثاني ايش ال اي دي دايود، بس لكن هذا ال اي دي دايود ايش اداني انه بيعطيني اللون الاحمر. يو هاف تو بي كيرفول من الشغلات هذه. ادالك ايش؟ انه الدايود بيعطيك لون احمر. هنا بقول لك اوجد في اوت اللي هو في اوت اللي هو فرق الجهد على طرفي المقاومه من 680 ايش اوم، وعايز يعرف التيار اي دي يعني التيار المار فوين في الدائره. هذا اسمه اي دي، هو مدي لك اي دي ومدي لك اي ار هنا يعني حي ايش حيتوهك. هو عايز يتوهك. هو اي دي هو اي ار لان هذه السيريز ايش؟ سيريز نتورك، وما فيش اي شغله هنا ثانيه. والسيركت يو كان ريد ات از فولو، يعني هاي مقاومه سوري هاي البطاريه، وهذا هي فرق الجهد تبع مين؟ الفي اوت. تمام، هذه هي دائرتكم. فعندي انا الفي كي مادام قال لي سيليكون هو عباره عن 7.10، لما يقول لي انت لازم تروح على التيبلز الموجوده في الشابتر الثاني اللي هو الشابتر الاول في الكتاب، وتجيبوا الفي كي اللي هو تيرن اون فولتج لمين؟ للال اي دي. لما يعطيك اللون الاحمر هو 1.8 فولت. اذا انا في عندي لص من اللي هو تو دايودز، 1.7 فولت زي ما انتم شايفين، و 1.8 فولت. هذول الباور سبلاي هذا اللي هنا او البطاريه هذه هاز تو اوفركم الاثنين هذول. اذا كان قيمتها اقل من القيمتين هذول
التو دايودز هذول حيكونوا في الايش في الاوف ستيت. فنطبق قانون كيرشوف، لما طبق قانون كيرشوف اللي هو 0.7 زائد 1.8 زائد في 680 اوم ناقص 12 حيساوي صفر. رتب معادلتك اللي هو في 680 اوم، حتطلع عندك انه فرق الجذع طرفي المقاومه هذه بيساوي 9.5 مين، 9.5 فولت اللي هو مين، اللي هو في اوت. هذا بيساوي مين، بيساوي في ايش، في اوت. طبعا اي دي طبق قانون اوم اللي هو في دي على ار، سوري في في ار على على ار، ونحن عندنا الفي هي 6.5 توجبناها اللي هي هي، وقيمه المقاومه 680 بيطلع عندكم التيار تقريبا 14 ملي امبير. One more interesting question، صراحة هذا السؤال كتير حلو. السؤال هذا بقول لك انه عندك انت، لاحظ عندي انا باور سبلاي اول، لاحظ انا عندي باور سبلاي ثاني، تو باور سبلايز، وفي انا عندي مقاومة الاولانية هذه ل 4.7 كيلو اوم، وهذه عندي مقاومة ثانية 2.8 كيلو اوم، وهنا في انا عندي سيليكون وكلهم ان سيريز كونفيجريشن. عايز يعرف فرق الجهد ما بين ايش عطافي المقاومة R، وعايز يعرف فرق الجهد من V out، يعني عايز V1 و V2، لاحظ عايز I و V1 و V2 و V out، أربع مطالب في مية في السؤال. لاحظ انه الدايود هنا forward bias لانه موجب على الموجب، فبالتالي انا هذا اللي عندي الدايود السيليكون حياخد مكانه قديش، حياخد مكانه 7.10 فولت. ناخد اللوب الاولاني، اللوب الداخلي هذا، يعني احنا لو وصلنا هذيك بالصورة هذه، هذا هو اللوب، بتكمل اللوب بالصورة هذه اللي هو عندك VR1 زائد 7.10 فولت زائد VR2. لاحظ انت هنا VR2 انت رايح من السالب الى الموجب بتاخده سالب، وهنا انت رايح من السالب الى الموجب بتاخده سالب. فهنا البطاريتين هذولا زي ما انتم شايفين معناهم بعاد عن بعض، ولكنهم بيشتغلوا مع ايش، بيشتغلوا مع بعض، شكلهم انهم they act against each other، بس لكن في الحقيقة التنتين قانون كيرشوف للفولت بقول التنتين بيشتغلوا مع بعض. فهنا بنعيد الترتيب المعادلة تبعتنا وبنطبق قانون اوم لمين على المقاومة الاولانية والمقاومة الثانية. هنا R1 ID زائد R2 ID ناقص 14.3 بيساوي صفر. رتب معادلتك لـ ID، هيطلع أنا عندي إيش التيار اللي مار في الدائرة بيساوي 2.07 ملي أمبير. إحنا جبنا المطلوب الأول. لاحظ بعد ما نجيب المطلوب الأول سهل جدا إنك تجيب المطلوب الثاني والثالث حسب تطبيق قانون أوم، إنه V حتساوي IR في IR، فحنجيب اللي هو مين؟ اوكي حنجيب اللي هو فرق الجهد للمقاومة الأولية وفرق الجهد للمقاومة الثانية. شكلي أنا متجيبهم بس لكن بنشوف هلقيت. اوكي هلقيتها، بدنا نيجي نجيب اللي هو في اوت. هذا الفي اوت بكل بساطة بدك تكمل الدائرة بالصورة هذه هيك، وتعمل مثلا هذا النود A وهذا النود B، وتاخد اللي هو كيرشوف لوب. كيرشوف لوب هنا من موجب الى السالب ايش حيعطي لك، حيعطي لك موجب في نود. هنا راح يروح من الموجب الى السالب للبطارية ايش حيدي لك، حيدي لك E2. هنا راح يروح من السالب الى الموجب حوالين مين، حوالين المقاومة R2، هيدي لك ناقص R2، حيساوي ايش، حيساوي صفر حسب قانون مين، حسب قانون كيرشوف. احنا مين المجهول عندنا، يعني المجهول عندنا في اوت لانه في ار معلومه، في ار2 اذا في اوت ايش حتساوي، ناقص اي2 زائد في ار2، اي2 اللي هي ناقص 5 وفي ار2 اللي هي 2.7 ملي امبير في 2.8 كيلو اوم، الكيلو مع الملي الله يسهل عليهم. وبالتالي فرق الجهد اللي هنا ايش بيساوي،
ما بين النقطتين A و B بيساوي ناقص تقريبا ايش، او ناقص 45% فولت. المرة الجاية ان شاء الله حناخد اللي هو ايش البارلل كونفيجريشن. يعطيكم العافية.